وسط ازدياد نشاط الحركة التجارية في قرية كفرمندا على صعيد مختلف القطاعات الاستهلاكية والصناعية، ينظر أصحاب المحال التجارية إلى تطوير الحركة التجارية مع تزايد أعداد الزبائن من خارج القرية بعين الضرورة الملحة. حركة تجارية بكفرمندا حركة تجارية بتنعد متميزة وكبيرة. إحنا عنا مشترين بيجوا من جميع المدن والقرى العربية، حتى بتوصل من المثلث للهضبة هضبة الجولان. المشكلة عندنا أنه المنطقة الصناعية اللي هي معدومة بكفرمندا، المشكلة أنه لو بيكون في منطقة صناعية بيكون الحركة التجارية أكبر بكثير من ما هو إسا بدون منطقة صناعية. لكن كثيرا من أهالي القرية أكدوا على الحاجة القصوى لوجود منطقة صناعية تنتقل لها المحال التجارية لكسب حركة تجارية مضاعفة، وذلك لإنهاء مشكلة الإزعاج الذي تسببه المحال التجارية التي تتواجد داخل الأحياء السكنية. وإحنا عندنا هون ناقص بس منطقة صناعية، لأنه إحنا عندنا كلات جايات المحلات على بعض وبكيك وبتعرف أنت بليت أشياء اللي هي صعبة اللي هي بترجع الحركة لورا. إذا بنينا إحنا هون منطقة صناعية بكفرمندا الحركة بتصير أضعاف الحركة الموجودة هسه. إذا بيكون منطقة صناعية إشي طبيعي، أنا عندي منجرة، المنجرة وين؟ بجنب البيت. إذا اليوم بيكون منطقة صناعية ساعتها إحنا اليوم ناخذ محل بالمنطقة الصناعية، إحنا بننقل منجرتنا وهذاك بنقل منجرته وهذاك بنقل محدته وهذاك بنقل الكراج تاعه. مين بفوت على البلد بيعرف إنه هاي منطقة صناعية، ساعتها بفوت على المنطقة الصناعية وهذا شارع رئيسي. كفرمندا بشارع رئيسي اللي هو بوصل من منطقة الجنوب للشمال. إقامة منطقة صناعية في كفرمندا يعني استثمارا وإنعاشا للاقتصاد المحلي واستيعاب عدد أكبر من الأيدي العاملة، إلى جانب تقديم فرصة للمصالح المحلية بتطويرها، ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي وميزانية السلطة المحلية.